عبر النجم البرازيلي والسابق رونالدينيو خلال مؤتمر صحفي في السلفادور عن سعادته من أجل نيمار الذي وقع لباريس سان جيرمان. رونالدينيو صرح أن المهم بالنسبة لنيمار هو أن يكون سعيدا في النادي الذي يلعب فيه، وأضاف: ما يجعلني فرحا هو أن أراه سعيدا، ليختم بقوله: على نيمار أن يواصل الاستمتاع ويمنح الفرحة لكل من يحب كرة القدم. أعلن نادي ريال مدريد قائمته لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبي ضد مانشستر يونايتد والمقررة الثلاثاء، وشهدت القائمة ظهور اسم كريستيانو رونالدو الذي غاب عن كل المباريات الإعدادية للفريق بعد أن انضم متأخرا للتدريبات بسبب حصوله على عطلة إضافية لمشاركته مع منتخب بلاده البرتغال في كأس القارات. كما ضمت القائمة ثيو هرنانديز المنضم حديثا من أتلتيكو مدريد، وكذلك داني ثيبايوس الذي تعاقد معه النادي قادما من ريال بيتيس. وعقب التتويج قال الفرنسي أرسن فينغر مدرب أرسنال إن فريقه لعب بشكل جيد، مؤكدا أنه من الواجب على كتيبته الحفاظ على الأداء ذاته إذا ما أرادت تحقيق موسم جيد. تعين علينا العودة إلى اللقاء بعدما تأخرنا بهدف مع بداية الشوط الثاني. لعبنا بشكل جيد في المواجهة التي شهدت ندية كبيرة، وكان المستوى متقاربا بين فريقين جيدين، لكننا نجحنا في فرض إيقاعنا. من الطبيعي أن يسعى كل فريق للفوز بكل لقب متاح. قمنا بعمل جيد اليوم ونجحنا في إحراز اللقب، لكننا بحاجة إلى تكرار الأداء ذاته في مباريات عديدة فيما لو أردنا أن نحقق موسما ناجحا. بالمقابل عبر الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي عن أسفه للخسارة أمام أرسنال، منتقدا في الوقت ذاته قرارات حكم المباراة. هناك الكثير من خيبة الأمل لإنهاء المباراة الثانية في ويمبلي بعشرة لاعبين أمام أرسنال. البداية كانت في نهائي كأس الاتحاد والآن الدرع الخيرية. لم أرى الصور كما لم أرى البطاقة الصفراء لويليان. الكثير من الناس أبلغوني بأن ركلة الجزاء صحيحة، لذلك أشعر بالإحباط. يجب احترام قرارة الحكام، لكن في بعض الأحيان قراراتهم تدفعك للغضب.